وقبل برضو بقى ما نبدأ نتكلم شوية عن إيه يا كريم، الدراسة اللي إحنا أنا وإنت كنا بنقراها ايوه اللي هي خاصة بالرياضة والصحة النفسية كده، أنا وكريم كنا قاعدين بنحاول نطلع حضراتكم برضو كل يوم مع فريق الإعداد معلومة جديدة نبدأ بيها حلقتنا، وكنا بنقرأ مقال بيتكلم عن ربط الرياضة، رياضة إيه، ربط الصحة النفسية بالرياضة. فلقينا إن في دراسة أرتكل كده قريناها اتعملت على أكتر من 300 بني آدم يعني فئات مختلفة، بيقول لك إن الرياضة ليها فوائد كتيرة جدا، غير إن هي كمان بتساعد على ان الواحد يعني يحسن صحته ويفقد الوزن او يحافظ على وزنه، لا قال لك الشق النفسي في غايه الاهتمام. اولا بيقول لك ان هي بتقلل من نسب الانتحار بين الشباب بشكل كبير جدا، لان انت عارف السن ده الى حد كبير بيصيبه اكتئاب، بيصيبه توتر، الحاجات دي كلها. ولكن احنا لما بنتكلم ان الاشخاص اللي بيمارسوا رياضه تحديدا في سن الشباب يا كريم بيساعد ان هو يحسن مودهم، يبعدهم عن التوتر والسلوكيات الخطا، وبالتالي بتقلل من نسب الانتحار في العالم بين الشباب. الحاجة التانية كمان الأمراض اللي هي بتجيلنا وإحنا كبار في السن زي الخرف وزي كمان الزهايمر بتقلل جدا النسبة دي، فليها وطبعا حاجات كتيرة يعني انت برضو بالتالي في نقاط انت كنت قريتها. هو يعني ما فيش شك ان اكيد الرياضة وممارستها والانتظام فيها بيبقى له انعكاسات في المنتهى الإيجابية على المود العام، يعني غير بقى تفاصيل الصحة النفسية وعلاجها المباشر لأمراض كتير، لكن فكرة المود العام ودي حاجة الواحد بيحسها حتى لما يكون مثلا ايه مخنوق شوية وينزل يتمشى. أيوة. لا بقى هقول لك يروح جيم ولا يشيل حديد، لا مجرد ان انت بس صح. بتتمشي، ويا سلام لو كانت التمشية دي في الطبيعة، على طول الواحد بيحس ان في طاقة سلبية ما خرجت منه مش قادر يقفشها، مش عارف هي خرجت ازاي، بس مجرد تمشية بسيطة او ممارسة خفيفة لأي صنف رياضة او تمرينات من النوع اللي ممكن تتعمل في البيوت اكيد بيبقى لها انعكاس ايجابي جدا على الشخص اللي بيمارسها، وبالمناسبه ليها انعكاس ايجابي بشكل غير مباشر على الناس اللي حواليه المحيطين. عشان ما يمشيش بقى ايه يعني هو منفوخ فينفخهم معاه في البيت، لا يبقى هو موده العام حلو فيبقى لطيف كمان حتى مع افراد اسرته، فطبعا شيء مهم جدا. فمهمه جدا جدا، يعني زي ما بيقول الرياضه سحر، مش فكره بس طبعا. زي ما بنقول في الوقت الحالي ان هي تحسن منظرك او من صحتك، لا هي على المدى الطويل، فهنفضل كل يوم كده نقول عن اهميه الرياضه لغايه لما باذن الله الموضوع يبقى خلاص عاده عندنا. انت عارف الغرب سابقنا شويه في الحته دي، الرياضه جزء من حياتهم، يعني ما فيش تقريبا حد في الغرب ما بيمارس رياضه غير قليلين جدا.